قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى وبشكل قاطع في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة، لأنه أمر ضروري وله حسنات سياسية وأمنية حسب قوله. وفي إجابة عن سؤال عبر القناة 14 العبرية بشأن تسريبات مغيرة تصدر عن وزراء في حكومته، قال نتنياهو إن موقفه بصفته رئيسا للحكومة هو الموقف الصحيح لأنه يتمتع بالأغلبية.